انا بدأ بسم الله وعلى بركه الله التطبيق ديال هذا الرشمه وغنبدا لكم باول حاجه اللي هي الخنيجر. البنات كنتمنى الرؤيه تكون واضحه وتكون الصوره واضحه، وصراحه كيف ما كنقول لكم دائما هنا في كنلقى المتعه ديالي في التعليم البنات، لان هذه هي باش بديت وكيعجبني شي حاجه اللي عرفتها، شي حاجه اللي عرفتها وعرفني الله ليها نعلمها. غنبدا بسم الله وعلى بركه الله. هنبدا بالخنيجر، تبارك الله الخنيجر كيف جا، وانا راه زايده في الماكينه بزاف بزاف بزاف، غنقص باش تشوفوني كيفاش كندور المرمه، واخا ما كنعرفش نخدم بالماكينه ناقصه ولكن باش الناس تشوفني كيفاش كنحرك يديا في الماكينه. دائما ما تنسوش التثقيفه ديال الخيط البنات، يعني التثقيف ديال الخيط شي حاجه اللي مهمه بزاف. هنا شوفوا الوريقه كيفاش كنخدمها، ودائما نثقف الخيط ملي نبغي نثقف الخيط باش يجي الشكل ديال الوريقه زوين ومقاد، نحيد رجلي من العراض. للاشاره البنات للعلم البنات راه دايره لتحت، دايره الفيزدان دوبل على جوج المرات. بسم الله البرا كتمزق لي الثوب، اولا حسيت بالثوب كيتشرق ليا نبدل البرا. تبارك الله الوريقه كيفاش جات، نزيد نعمر الوسط ديالها حيت ملي بغيت نثقف الخيط تقطع ليا ضروري في الخدمه من تثقيفه الخيط. عرفتي كنوصي على حتى البنات حتى ليله وحتى اللي كيكونوا معايا في المحل كنوصيهم على التثقاف ديال الخيط بزاف، لان التثقاف ديال الخيط ولا فينيسيون شي حاجه مهمه. لاحظوا معايا واحد القضيه، ملي كنبغي نثقف الخيط كنحيد رجلي من العراض، يعني كنخلي غير الماكينه غير خياطه بلا زيكزاك، يعني باش ما تجي لا فينيسيون. هنا قويله بدينا الخنيجر من تحت من الاسفل الى الاعلى، هنا غنبداو من الفوق لتحت. كنحاول نرجع في الخدمه باش نعمر الخدمه. ما شاء الله جا رائع، جا تبارك الله على ام عتبان وخلاص. حتى
هذا عجبني، وانا غنبقى نقول لكم هذا عجبني هذا عجبني هذا عجبني، وام عثمان وكل شيء عندك زين، الله يزيد الصنع عليك والخواتات وكل المتتبعات ديالك وكل حباباتك وكل اي واحد، اي وحده كدير شي صنعه الله يزينها لها في يديها ويحبب خلقه يحبب الله الخلق فيها. انت راه ماشي سهله تكون عندك صنعه وتقنيها، والصنعه ماشي غير هي الطرز البنات، الصنعه هي حلاويه هي نباته هي رصامه هي هي بزاف صنعه، هي بزاف صنعه ماشي غير طرازه. بطبيعه الحال ملي كنديرها ما كنديرش على راسي، اجمل حاجه هي تبغي الخير ولو شي واحد ما كيحملكش وتبغي ليه الخير، الله شحال زوينه عتاد النعمه والله العظيم للسعدات اللي قلبو بحالك، يعني يبغي شي واحد الخير هو ما حاملوش وكتقولي ان شاء الله سير الله يسهل عليك، هو راه كيقول لك سير الله يعطيك وانت كتقولي سير الله يعطيك الخير، احسن حاجه. ها انتم شوفوا معي واحد القضيه، الحمد لله سيد ربي ضوها علينا والحمد لله، كانت عندي مشكل في الاضاءه في المحل اللي هي البنات، والله بقى الله بقى الله سبحانه الكريم العظيم الرزاق الوهاب تعطانا المحل كله اضاءه، شرا في الاضاءه في جوج واجهات تبارك الله ما شاء الله، يعني لاحظوا معايا والو رجعت ثقفت الخيط ما فتش هذيك البلاصه اللي تقطع ليا، حيت بعض المرات كاين الاخوات اللي كيتقطع عليها الخيط في غتسالي الوريقه صافي كدوز خدم هادي وهي راه ما تقفاتش هاد الخيط اللي هنايا. يا اختي ما تعلاش سبحان الله العظيم كتعجبني خدم، الله يعطيني غير الصحه والله العظيم البنات. هاد القميص شكون ملاتو سميتها الزهرة، هاد باش غتعرفي راسك انت مولات هاد البياسة، انت اللي قلتي هي واش تقدري تنجمي ليا كل شهرين جوج جلابات، انا لا نوجدهم لك عطينا غير الوقت، يعني دائما نعرف العبار ديالك نطيح في العبار كواداك نبرعك. شوفوا معايا هنا في الخدمة، هنا في حنا في الخدمة اولا في الخدمة ما كنديش على الرشيمة البنات، يعني المرأة الخياطة الفنانة هي اللي ما كتمشي ديك اللي كتتبع لك على الرشمة، قلبت على قلم رصاص ما لقيته، ها هو كاين هذا هنا شوفوا معايا هنا كاين هذا الشكل هذا، شوفوا معايا كاين هنا وهنا جات بحال تشنيفة هنا، شوفوا هاد البلاصة كي غنرجعها انايا، خلاش غير هكا تشنيفة شوفو كي غندير هنا، عطيتها واحد الشكل هندسي اخر، شوفو جات مناسقة مع هادي، علاش كنقول لكم الخدمة ابداع، الخدمة ماشي هي ديك اللي الرشمة حطها ليا بحال غتحط ليا رشمة غنتبع لاطخاص، لا راه ماشي معلمة دي اللي كتبع المعلمة هي اللي كتضيف من عندها وكتبدع كتفنن وكتخدمو في النية ديالها انها خاصها تقن خاصها تلبس هاد المرة وتدعي معاها، هذه هي المعلمة الحقيقية، وهادشي اللي كنبغي انا البنات والله العظيم. شوف الماكينة لصقت ليا دائما، شوفوا النيلو كيفاش كيكون البنات، بلاتي شوفوا النيلو كيفاش خاص يكون، هذا النيلو تبارك الله ما شاء الله مزيان، علاش لانه جاي خفيف جا الوسط، يعني باش المرمى يكون فيها النيلو طالع بزاف، لا هذا هو النيلو كيف خاص يكون. دوزو
سبحان الله دخلت كيجي من مثلا الاسن بغي ندير لا فينيس نبغي ندير التسقيفه وكيتقطع ولكن ما نخليهش. ها نرجع البصله شوفوا واحد القضيه هنا راه ما كنديرش العراضه البنات باش ما كنخربقش الجماليه ديال الوريقه. الوريقه جات زوينه ولا جيت هنا الوسط وخدمت العراض غنخربق الورده ما غتبقاش ديك النظره ديالها زوينه. جات فنة جات فنة تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش جات هنا ساليت المرمى ديالي. اش كندير؟ نحيد الطرفه ديال المكتوب، هادو اللي باقيين كبار غنعاود نخدم بهم، والطروف الصغار طبيعه الحال غنحيدهم. شوفوا معايا لافينيسيون كيفاش كتكون بايزه، ونرد البال نرد البال لا ندير بهذا المقص هاك ونخشي فيه. شوفوا راه كنهز غير بشويه حنتي ندير ليه ها نخشي هكا يتقبل لي الموسلين، لان الموسلين حساس البنات، موسلين حساس اصعب حاجه هو الموسلين. وكنعاون بيدي ديما كنهز كنقعد شويه وكنكمل بيدي، ما نخليش الفيزلين حيت راه الخدمه هو ما كيتحيدش 100% كامل. ولكن راه كاين اللي والله العظيم يا البنات واحد السيده جايبه الجلابه وفرحانه بها وعثمان ندير لي بحال هذه الخدمه، اولا خدمه المهم ما بيهاش على قد الحال ماشي متقونه ولكن دايزه مهضومه، ولكن عاقلبت البياسه يا البنات راه كيف ما قلبت المرمى في الاول بحكاك دايره والله ما كنعطي البياسه لا ما عطيتها بحالك بحال هكا دايره الفيني. ها انتما الجهه اللي قال لي ما كنت كاع صورت لكم، ها انتما شوف مخليه الخيوطه تاع السورجي والله حتى مخليهم ما حيدتهمش صافي. عاد كنجي لهنا لهنا الفوق وكنشوف لافينيسيون هنا الفوق، وبهكا غنكون ساليت الحصه تاع اليوم اللي كانت من الله القيمة ديال مصباح وانا مضاربه انا وياها سادت الصدفه ونتهنى. كنتمنى من الله البنات يكون الدرس مفيد لكم، والبنات بغيت نوصل لكم واحد القضيه ان الصنعه راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا شي حاجه اللي مستحيل تعلموها، راه غير براتيك غير 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 تقنيات تشديهم في يدك طبيعه الحال راكي غتعلمي. حاجه واحده اخرى انا ما كنصلحش، ها هي شوف شوفوا واش فيها شي تكميشه ولا فيها شي حاجه، هادي باقا ما مصلوحاش عاد ملي غتصلح. يعني ها نتوما ها الموسين شفتو قدامكم، كاينه شي شرقه كاينه شي تنسيله كاينه شي تمزيقه حتى شي حاجه. هادشي علاش كنقول لكم الخدمه راه غير تقنيات وكتبغي العقل، يعني كتبغي تخدمي العقل ديالك في الخدمه ديالك، ما تكونيش معصبه وما تكونيش ماشي عندك شي مشكل تبرديه في حوايج الناس وفي لا البنات، دائما نخلي مشاكل ونخلي لك شي المسائل الخاصه بيا الا كنت ما قادرش نخدم نوقف. كنقولها وكنعاود شي انسان ما قدرش يخدم يوقف حتى يحس براسو. ها انتما يعني كنحل دابا شوفوا معايا كنحل واحد القضيه ننصحكم بها ثاني البنات، ما نجيش ندير ها نحل. شوفونا كيفاش كنحل البنات، كنهز بالعقل بالمقص باش كنحل البنات، لان الموسلين الى جيزي ملي كتجري خيط كيبدا يتجر لك الخيط الاخر اللي حداه، الا مشيت تاجيت ودرت هذيك القضيه ديال عندك الموسلين وعندك الكريب كيتشرقوا. علاش؟ حيت وقعت لي البنات انا واحد المره خدمت الجلابه ما كنجيش ندير ها نكمل بحكايه بهذه الطريقه هوك، لا دابا انا درتها وكنحس بقلبي كيترعد. حيت واحد المره طرات ليا في هذه البلاصه هنا خدامه خدمت تركيز
صور كمة القفطان، ساليته القفطان هابط حتى لتحت البنات، عرفتي واحد المشكلة وقعت لي فيه. جاب الله المشكل قدر يتعالج، ملي وليت للسيده جات السيفه فوق منه درنا واحد الطريزه اتعالج، جيت نجرهاه ضربت لي هاد البلاصه هنايا. هادشي علاش ردوا البال، اللهم قال لك اللي تخليني نخليها انا، ما باش عوض ما غندير هذيك دقيقه ونشرق وندوز، ندير لا قسمين ونحل لكم ويبقى لكم مقاد، حسن ما نعود غارمه بياسه وغارمه ثوب وغارمه شحال من حاجه. مازال المليفه، ولكن المليفه وكنردوا ليها الباب. شي دابا من هاد الطرف ملي كتكون غير في الطرف ديال الثوب ديال هنايا، عاد هنا كنحلو حتى كنقرب نوصل الثوب كنحبس ثاني وكنكمل. هادشي اللي كاين البنات، غنخليكم ونكمل لكم الثاني الى ان القاكم. اقول لكم الله يرضى عليكم والله يحفظكم، وكي جاكم الدرس اليوم نكملوا ولا نحبسوا؟ يلا فرجه ممتعه، الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.